كنهنئكم بعيد الفطر المجيد ودخول الأمة الإسلامية والمغربية بالصحة والسلامة وبرفع البلاء إن شاء الله تعالى. كما يعرف العالم هذه الجائحة ديال الكورونا يعني اللي اجتاحت العالم كانت عندها واحد الأثر سلبية على الجانب الاقتصادي، ومن بين القطاعات اللي تأثرت سلبا بهذه الجائحة هناك القطاع التجاري، بحيث أنه مثلا احنا في قصة الحي المحمدي كنلاحظوا بأنه سدينا في شهر مارس، الناس تقدت البضاعة ديالها في أول ديال مارس اللي هي بضاعة شتوية وعطات فيها شيكات وعطات فيها إفيات. الآن يعني ما غي الحجر ما غي ترفع حتى 10 يونيو إن شاء الله تعالى، ملي داك التاجر غادي يفتح المحل ديالو بل من أجل مزاولة النشاط ديالو، هذيك السلعة ما بقات واكلة ليه حتى شي حاجة، يعني أكل عليها الدهر وشري، يعني تحبرات من المفهوم المهني ديالنا. خاصو يعني بضاعة جديدة ديال الصيف باش يحرك الحركة ديالو باش ما يتصابش بالإفلاس، مع العلم أنه ما خلصش ديال الشتاء. لهذا كنطلبوا من الوزارة الوصية على القطاع اللي هي وزارة التجارة، الوصية على القطاع ديال تجارة القرب، التدخل من أجل دعم التجار، وذلك عبر مثلا قروض تكون بدون فائدة، من أجل لأن التاجر هو مواطن صالح. ما يمكنش مثلا الدولة تبغات التاجر ملي كان مثلا كيخلص ليها الضرائب ومورد مالي بالنسبة ليها. الآن في وقت الأزمة ووقت الحزة هي الدولة خاصها تنفعو، لأنه لا قدر الله إلا مشى تنزل ليه الريدو ما عمرو غادي تطلع تهز هذاك الريدو. والإفلاس يعني راش غادي نقول لك، صعيب الإنسان يصاب الإفلاس لا قدر الله باش يعاود ينوض. لهذا وأنا أدق ناقوس خطر هنا، يعني يجب إدراك ما يجب إدراكه، يعني بدعم هذا القطاع ديال التجاري باش تبقى يعني باش ما يكونش هناك مثلا تأثيرات اجتماعية. لأن مثلا التاجر ملي غادي ينزل الريدو ديالو عنده وليدات كيقراو وعنده التزامات عنده كذا كلشي، داكشي غادي يتخرج ليه. والتاجر في حد ذاته هو واحد الشخص اللي هو مويوم، إلا حل المحل ديالو راه تياكل طرف ديال الخبز، محل شي راه عنده أزمة. لهذا لهذ الأسباب السالفة الذكر كنطلبوا مرة أخرى من الحكومة والوزارة الوصية على القطاع التدخل قصد إنقاذ القطاع التجاري. وبما انني عضو غرفه التجاره والصناعه والخدمات وكنمثل القطاع التجاره في عمل تعيين السبع الحي المحمدي وحطيت بالثقه ديال التجار، فلابد اننا هذا واجب انني نمثلهم. وزير التجاره في اخر مداخلته في قبه البرلمان تكلم على الباترونا وتكلم على المقاولات الكبرى وتكلم على الكمين، وما تطرقش نهائيا لا من قريب ولا من بعيد التجاره القرب، وهذا حس في النفوذ ديالنا. ومره اخرى كنطلبوا من السيد الوزير شي التفاته وشي دعم لهاد التجار. كنشكر قناة بن وضيح اللي تاح لينا هذه الفرصة اللي نبلغوا حنا هذه الرسالة ديالنا، وهي رسالة قطاع الصناعة التقليدية اللي كنعرفوا اليوم الصانع التقليدي يعاني الأمرين بعد هذه الجائحة ديال كوفيد 19. اليوم شفنا السلطات المحلية الوزارة الوصية على القطاع أن أعطات واحد الدعم، ولكن هذا الدعم فهو ما كافيش بالنسبة للقطاع ديال الصناعة التقليدية. اليوم أنا غادي نتكلم ما وراء كورونا. اليوم هذا الحجر الصحي راه غادي يفوت وغادي تدوز الامور ديالو على خير وبخير، ولكن لما هذا الصانع التقليدي غادي ينتقل الى الورشه ديالو فهو غادي يلقى عده تراكمات من الديون، منها الكراء ديال المحل ديالو، منها الكراء ديال البيت ديالو، منها مستلزمات المعيشيه ديالو، منها فاتوره الماء والكهرباء. فاشنو غيدير هذا الصانع التقليدي؟ اذا اليوم خصنا حنا كنطالبوا من الوزاره الوصيه على القطاع تجد لنا الحلول الناجعه لاجل انقاذ هذا الصانع التقليدي وانقاذ الصناعه التقليديه، لان الصناع التقليديين كانوا يلقبون بسفراء الصناعه التقليديه، فهم سفراء في حد ذاتهم لانهم هما اللي كيشهروا المنتوجات ديالهم عبر العالم. فانا كنتمنى من الوزاره الوصيه على هذا القطاع على ان تاخذ واحد عين الاعتبار كيفما استفاد المقاول الذاتي من القروض البنكيه في 15000 درهم وهي بدون فائده، فحنا كنتمنى من الله تعالى على ان هذه الفئه هي من الصناع التقليديين يشملهم هذا العطف هذا ديال هذه الابناك، حتى هما ايضا ياخذوا واحد القروض في حدود اللي هو يكون بالمعقول اللي غادي يستافد منه هذا القطاع ديال الصناعه التقليديه. فكنتمنى من الله سبحانه وتعالى هذه الرساله توصل للجهات المسؤوله، والسلام عليكم.